رجعنا سريعا، لسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا المتميز جدا اكيد كابتن علاء نبيل مدرب منتخبنا الوطني الاسبق. صباح الفل عليك يا كابتن، اكيد منورنا وسعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده. مع حضرتك الله يخليك. صباح الفل وصباح الناس اللي فرحانه كلها كل يا رب ان شاء الله يومك سعيد وصباحنا جميل، وعندنا كلام كتير جدا اكيد النهارده بنتكلمه بيخص منتخبنا الوطني الاول ومشوار المنتخب في تصفيات الوصول كاس العالم 2026، حلم كبير جدا بالنسبه لجماهير الكوره المصريه، بالنسبه للشعب المصري كله طبعا. وقد ايه الكوره هي بتتحكم في الحاله المزاجيه بالنسبه للشعب المصري كله بكل اشكاله وبكل ثقافاته. فحابين نتكلم النهارده عن اللقاء اللي هيجمع بكره منتخبنا الوطني الاول بفريق او منتخب جيبوتي، شايف اللقاء ده من وجهه نظر حضرتك ازاي؟ وعايزين برضو نتكلم او نفكر الناس بان يمكن اخر لقاء كان قصاد منتخب الجزائر انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، ويمكن تمام. التعادل ده ادانا او الاداء كمان ادانا يعني بصيص من الامل ان شاء الله ممكن نشوف مستوى كويس تمام. من المنتخب في التصفيات. بص حضرتك في البدايه اتفق مع حضرتك ان كره القدم هي المنفذ اللي الواحد جمهور مصر كله بيتنفس كره قدم، المكسب بيفرح شعب كبير طبعا تمام، فاتفق معاك في هذا الموضوع تماما. يعني الحاجة الثانية، احنا بدأنا مشوار الوصول لكأس العالم 2026 إن شاء الله. طبعا حضرتك النظام يختلف عن المراحل اللي فاتت كلها، احنا بنتكلم في 9 مجاميع في 6 فرق، كل مجموعة بياخدوا أول كل مجموعة دايركت على كأس العالم، وفي فرقة بتخش في تصفيات مع منتخبات أخرى. لكن في بعض الأقاويل تسمعيها من ناس يعني ما اشتغلوش في كرة القدم بس بيحبوا كرة القدم، وفي ناس اشتغلت في كرة القدم، ده ليهم رأي وده ليهم رأي. صحيح. يعني الرأي الشارع يقول لك ايه، المجموعة ضعيفة تمام، اللي هو طبعا رجل الشارع اللي بيسمع مش عارف هل لعب جيبوتي وبوركينا فاسو، الكلام ده كان زمان طبعا تمام. ويمكن ده كمان واضح وانعكس على كل البطولات القاريه زي ما شفنا في امم افريقيا في المواسم اللي فاتت، وكمان عفوا دوري ابطال افريقيا في المواسم اللي فاتت، وكمان بطوله الافريكان فوتبول ليج، شفنا ان قد ايه مستويات كره القدم في كل افريقيا متشابهه ومتقاربه جدا. لو المجموعه دي زمان اللي كنت تسمع انا اقول لك لا ده هنوصل، لا دلوقتي حاليا لا. فلابد انا بس يعني نفسي اللعيبه والجهاز يعرفوا ان احترام المنافس ده عليه عامل كبير جدا طبعاً. في الوصول للهدف اللي انت تحترم المنافس بتاعك مهما كان اسمه سواء كبير او قليل. وبدليل على ذلك حضرتك تفضلت قلت جمله حلوه قوي، ماتش الجزائر اللي هو ادى امل للجمهور المصري ان منتخبنا موجود بخير بالرغم من النتيجه تعادل او مطلوب مننا واحد، لكن كان الاداء حقيقه جميل. هو ده الاداء اللي افتقدناه بقالنا فتره طويله جدا. صحيح. جدا، ويعني انا يعني اعترف بهذا، يعني بالرغم من اللي احنا الماتشات الوديه من ساعه ما جه المدير الفني الجديد فيتوريا لغايه ماتش الجزائر، هم ماتشين اتلعبوا اللي هو بلجيكا اللي في الاول وكان له ظروفه، وماتش الجزائر ما بين هؤلاء الماتشين لا الاداء ما كانش جمهور جوه. بص يا شيمان، الجمهور المصري ذواق بيحب الكره الحلوه. حتة النتائج مهمة، لكن أداء ونتيجة بتدي متعة أكتر. طب حضرتك من أنصار مدرسة إيه؟ النتيجة ولا الأداء ولا الأداء والنتيجة مع بعض؟ الأداء والنتيجة مع بعض، برافو عليك، سؤال جميل جدا. عشان إحنا قعدنا فترة بدأنا ندخل في حتى المدربين الصغيرين بدأوا يتكلموا هذا الكلام، أنا أهم حاجة عندي النتيجة. لا، الأداء الحلو هجيب نتيجة. زي مباراة الجزائر قعدنا نتفرج على فرقه عندها اراده، عندها اصرار اللي هي تجيب جون، وبالرغم بالنقص العددي ماتش قوي، هجمه هنا وهجمه، هي دي كره القدم. صحيح. فالاداء الحلو بيجيب نتيجه. ده المفتقدين، مش عايزين واحده بس. تمام. فاعتقد ان الجمهور المصري تنفس بعد مباراه الجزائر، لكن عندي لازم اقف هنا بقى، الاستمراريه على هذا المستوى مطلوب ولابد من الضروره ان لازم وده يتحقق ازاي؟ هي دي بقى. اولا احنا ما ننزلش على الليفل اللي احنا بنلعبه، لان كل ما بتلعب ليفل عالي كل ما حتى الماتشات اللي هي بتبقى ليفل بي مثلا بتبقى بالنسبه لك حنينه شويه، لكن انا دايما لازم اخش في الليفل العالي، لان انا صحيح. لان انا عندي بطوله افريقيا، بطوله افريقيا هتلاقي
خلاصة المنتخبات الأفريقية موجودة. صحيح. احنا عملنا نتائج كويسة، عملنا عروض كويسة، هقول لك 60-70%. الماتش الأخير ادى الناس الأمل. تمام؟ فأعتقد إن إعداد كويس لهذه المرحلة اللي بتبتدي أم أفريقيا، اللي هي أعتبر بدايتها مباراة بكرة بتاع جيبوتي دي، برضو بعتبرها من إعداد أمم أفريقيا اللي جاية.